السلام عليكم، محمد موسى من بلطان جديد. سي محمد احكام، بعد ساعة كنشكركم على المجهود اللي كتقوموا به باش نقدروا الفريق من الوضعية اللي كتواجد فيها. ايضا سؤالي هو ان الجمهور بعد ما تعاقدت مع كامودي قمت بتعيين 3 ديال المساعدين ديالو، طارق شهاب وجعفر كيك الى جانب القاسم. شنو السبب اللي خلاكم تاخذوا هذا القرار، وهذا الشيء هذا واش ما يقدرش يضر الميزانيه ديال الفريق، خصوصا ان 3 ديال المساعدين؟ شكرا سي بن موسى على السؤال. التعاقد مع كاموندي كان مفروض علينا، بغض النظر على الاسم كان كاموندي او غيره، كان مفروض علينا وعلى النادي انه يتعاقد مع مدرب، ان سي جعفر رقيق ولا سي عبد الواحد بن القاسم في اطار القوانين اللي كتفرضها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، بانها كتفرض بانه اللي ياخذ زمام ديال التدريب في البطوله الاحترافيه انه يكون حاصل على الدبلوم ديال التدريب كاف ا او ما يعادله اللي هو ويفا ابرو. هذا الدبلوم هذا السي جعفر ولا السي عبد الواحد القاسم ما كيتوفروش عليه. عملنا مجموعه ديال المحاولات من اجل الاستمرار ديالهم، خصوصا في ديال النتائج الايجابيه. ما المحاولات باءت بالفشل، لان القانون قانون، وحنا كرجال القانون كنحترموا القانون. كان المفروض نتعقدوا ونشوفوا مدرب. كانوا مجموعه ديال السيرات الذاتيه ديال المدربين درساتهم اللجنه التقنيه. الاختيار ديالها كان على كاموندي، استشرت كذلك مع اللجنه المؤقته واستشرت مع اهل الاختصاص كذلك. شفنا مدرب كاموندي، شفنا اختيار جماعي عقلاني. وبخصوص الشق الثاني في الناحيه ديال الجواب ديالك ديال السؤال ديالك على الجانب المادي، انه غادي يرهق الكاهل ديال الميزانيه ديال النادي. فسي كاموندي ولا المساعدين ديالو ولا بيستارا او كاموندي، الحمد لله الاجره ديالهم جميعهم سابهم ما وصلتش للمدرب السابق اللي هو كاموندي اللي كان كيتقاضى كازوني اللي كان كيتقاضى 25 مليون، لان هاد الناس هادو جاو عندنا ما فرضوش علينا شي شروط الفلوس، الناس جات تخدم وحنا جينا نخدموا وتلاقينا مع بعضياتنا في هذا الصالح ديال الفريق ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.